وعن أسرته وعن قريته وعن عائلته وأفراد كم أفراد في عائلته. أولا هو سيبين لكم عن معلومات عن شخصيته. بعد ذلك الدور للأسئلة. أنتم لديكم اختيار أن تسألوا ما تشاء. فهمت يا شباب؟ هيا نبدأ. تفضل يا مولانا. صوت الشخصية. اسمي سليم مصطفى حسن من سليم الكبار حسن، وأنا أسكن في المعهد الديني العربي. أنا من منتكل من ولاية أندرا بديش. وبعد ذلك في عائلتي أربع، أنا أبي وأمي وأختي. لي أخت ليس لي أخوان أو إخوان. وبعد ذلك أنا أحب هواياتي قراءة كتب التاريخ واللعب كريكيت وغير ذلك. أنا أتعلم في المعهد الديني العربي والتحقت بالجامعة الإنجليزية واللغات الأجنبية أيضا في الدبلوم الترجمة بالعربية. وأنا أتعلم في المعهد في الصف الأول الثانوي. وقريتي ليس كمثل البلد، لكن ليس كمثل القرية أيضا. نعم الحارة. لا نعم. وبعد إني رأي هنا ما أنتم تفهمون هنا يا شباب. قولوا أفعال الماضية. قولوا أفعال مثلا أنا درست ابتدائية في مدرسة كذا وكذا، وخلصت من هذه المدرسة في هذه السنة بدرجة متميز كذا وكذا، وانتقلت ودخلت وخرجت وانتهيت ودخلت هكذا. أين دخلت ومن أين تخرجت؟ أخبر في جمل ماضية. فهمتوا يا شباب؟ نعم. كما أخبرنا عن تعليمك، أين تعلمت تعليم الابتدائية والمتوسطة، وكيف وجدت بنفسك في هذه المحافظة العربية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا درست إلى الصف العاشر في بلدنا اسمه SJP High School. وبعد ذلك أنا حفظت القرآن جميعا من المدرسة دار العلوم فيضان اللطيفية. وبعد ذلك أنا ذهبت إلى بنجلور كي أتعلم العلوم الثانوية. وبعد ذلك أنا برأي أستاذنا أنا جئت إلى هذا المعهد كي أتعلم العلوم الإسلامية والفقه والتفسير وغير ذلك. وبعد ذلك التحقت بالمعهد الديني العربي أنا أتعلم في المعهد الديني العربي منذ ثلاث سنين. ثلاث سنوات. والآن أنا أدرس في التخريج في بيكوم كمبيوترز. من أي كلية؟ SK University الجامعة SK. نعم. أنا بس آخر سؤال من عندي بعد ذلك أنتم تبدأوا. أخبرنا عن قريتي. جميل الأحوال عن قريتي، خصائص والمعلومات كثيرة عن قريتي. تفضل. عندي المدرسة الواحدة التي تؤسس الفرنجيين اسمه روتري هاي سكول. كانت المدرسة منذ 50 سنة في قريتي. وبعد في قريتي الشيء المهم الذي محطة القطار كانت كبيرة في الأسبوع يمكن هذا 300 قطار تريد. أو
وبعد ذلك الشيء الذي شهير في بلدنا الذي يقال له الدوري المنجوري في الطعام. وبعد ذلك الملابس أيضا شهيرة لدكان الملابس والحذاء هكذا. نعم جيد. الآن جاء دار الأسئلة. هل طالب عنده سؤال؟ كيف حالك؟ نعم هيا نبدأ منك. ماذا تريد أن تصنع في المستقبل؟ إن شاء الله أنا أريد أن أكون أديبا في المستقبل. إن شاء الله. خلاص لحظة. نعم يا مولانا تفضل. أين تسمع القرآن بشكل مختلف؟ سمعت القرآن في بلدنا في المسجد الكوثر اسمه. جيد. نعم يا مولانا. أما في قريتك آثار قديمة؟ أماكن قديمة؟ ليس هناك الأماكن القديمة. نعم. سؤال ثاني؟ إلى عمر السعيدة. نعم فضل. أنا أريد الحاسوب القانوني. الحاسوب القانوني. نعم بس لازم. في كم سنة أنت حفظت القرآن؟ سنتين ونصف. جيد. سنتين ونصف. هو حفظ القرآن. وأنا عندي رأي. تحاول أن تحفظ أحاديث علم. شو؟ تحاول أن تحفظ أحاديث علم. إذا أحد طالب هو حافظ عندي رأي يا شباب. ولا تترك العلم حفظ. ولا تترك حفظ في حياتك. حفظ دائما مع الحفظ. امسكوا دائما مع الكفر. تحاول ان تحفظ الاحاديث النبويه، تحاول ان تحفظ الاربعين ورياض الصالحين والبخاري كذا وكذا. نعم سؤال ثاني. هل انت نعم تفضل يا مولانا. هل عندك موجود شهاده جامعه؟ هل عندك موجود شهاده جامعه؟ اي شهاده؟ جامعه الاردن. اي كليه شهاده؟ ما عندي شهاده. متى تاخذ شهاده؟ بعد هذه السنه. في هذه السنة إن شاء الله سيأخذ الشهادة. أكملت الدراسة إن شاء الله. أنا سأظهر من هنا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. لا أنت انتهيت. في الآخر أنا أعطيكم الفرصة مرة أخرى في الآخر. ماذا؟ لا أنا سيأخذ. يا شباب. إيه فايد يا مولانا؟ هذا الفريق أول ما حج. نعم. هذا تحب في الطعام ده. أنا أحب البرياني. كم مسجد أهل السنة؟ لا كم؟ تلك المدرسة أولاً هو الحق الحق الجامعة لا، وانتهى بالجامعة اللطيفية التي وقعت في تميلان. في بيلور؟ نعم في بيلور. نعم تفضل يا مولانا أنت. كيف تفضلت إلى المعهد؟ كيف تفضلت إلى المعهد؟ بأي درجة؟ نعم أنا وصلت المعهد يا شباب بأستاذنا المحترم الذي هو نصحني أن نتعلق بالمعهد الديني العربي لكي أنا أتعلم الدروس الإسلامية. أستاذ نثار. أستاذ نثار الذي هو يدرس في هذا المعهد تحت في شعبة الفقه. جيد. نعم معك سؤال؟ أظن أنت انتهيت بس لازم. نعم تفضل مولانا. ماذا تريد ستعلمه بعد الفراغ؟ أنا ما أخذ دراسة بعد الفراغ. نعم أنا لا أخذ. أنا أريد أن أتعلم اللغة الفرنسية. نعم ما شاء الله. إن شاء الله. نعم تفضل. ماذا لهوة؟ ما؟ لهوة؟ لحوة؟
رواية يعني ما رواية كما هو قال كل مرة أخرى ما هي رواية؟ نعم روايتي فراغ كتب التاريخ ولعبة الكريكت و أنت اشتريت دراجة جديدة وهو يريد يعني الحفلة عام صحيح؟ إن شاء الله إن شاء الله نعم فضل يا مولانا بس لهذا يا شباب اسمعوا جيدا نعم كم مدرسة في قريتك في بلدك؟ 5 مدارس ما شاء الله قريتك نعم فضل بسرعة كم قاعدة أفراد في بلدك؟ نعم معذرة قاعدة أفراد عندي أكثر من 10 أريد أن أخبركم الخاصة الواحدة لي التي أنا أستطيع أن أتكلم 8 لغات ما شاء الله سؤال ثاني على هذا آخر سؤال نعم فضل بلد آخر سؤال يا شباب اسمعوا جيدا آخر سؤال بس أي لغة؟ متى تضيع لغتي؟ إن شاء الله أريد الأداء سيجي شكرا يا شباب شكرا مالك حياك الله نور قلوبكم سلام عليكم وعليكم السلام.